مرحبا شباب، اهلا وسهلا بكم قناة رافي ميوزك. طبعا اليوم راح اشرح لكم عن آلة كلش مهمة، وهاي الآلة ما منتشرة بالوطن العربي بصورة كبيرة، فاليوم حبيت اشرح لكم عن هاي الآلة وشلون تشتغل ومواصفاتها. خليكم ويانا. مرحبا شباب، وياكم رافي، وهاي قناتي مختصة بالموسيقى وكل شيء مختص بالإيقاعات. طبعا اليوم راح نشرح لكم على آلة الكهون. الكهون هو عبارة عن طبل، بالعربي نسميه طبل، بس هو باللاتيني هو أصل إيقاع لاتيني اسمه كهون، فيسمونه كهون، فهنا هم نسميه كهون لأن ما أعرف شنو اسمه بالعربي. هاي الآلة تعتبر هي كلها خشب، أو كلها خشب جوانب، وهنا بفتحتين او فتحه واحده حسب، انا عندي هسه بفتحتين، هذا بفتحه واحده. بالداخل موجود بسنير، السنير اللي هو الزنجي اللي يطلع هذا الصوت، اللي هو يطلع هذا الصوت الخرخاشه او الزنجي. هنا عندي هذا هنا اقدر اتحكم به بحيث اطفي السنير او اشغله. هسه نسمع الفرق، هسه السنير ما موجود، وهذا كله خشب بيه كثير نوعيات، اكو كثير نوعيات، كثير شركات تصنع بيه. الحلو بيه صوته المميز، صوته المميز كلش حلو، اي ايقاع تقدر تعزفه، اي مقطوعه ايقاعيه تقدر تعزفها، ينطيك اي صوت تريده، تقدر تضيف له مايكروفون اذا تريد، تقدر تربطه على جهاز سبيكر او امبليفاير عادي ماكو مشكله، بس يحتاج لك مايكروفون. هذا ما بي مايكروفون، تقدر تربط له مايكروفون اذا تريد. بالنسبه للاسعار اكو 100 دولار، اكو 150 دولار، وانت صاعد 200 300 400 حسب الجوده وحسب البراند. خلي ندخل مباشرة للصوت اللي يطلع من عنده. شلون نقدر نعرف الصوت؟ عندك هاي الصفحة اللي هي تكون مو الوسط وإنما تكون فوق الوسط، تنطيك صوت الدم. ما نحتاج نسنير، راح أسده. هذا صوت الدم، وهنا عندك صوت التك، صوت التك اللي هو هنا وهنا. نشغل السنير، بالإضافة اكو هواي تكنيكس تقدر تسويها، هواي حركات، هواي امور تقدر تضيفها. طبعا مثل ما قلت لكم، هنا الدوم وهنا التك، السنير وهنا الدوم، تك دوم تك دوم تك دوم دوم تك. بعض العازفين يعزفون هنا، بعض العازفين يعزفون هنا. طريقة الاستخدام لازم تجلس بطريقة مستقيمة بحيث ظهرك يبقى مستقيم، ما تحني ظهرك بهالطريقة، هذا خطأ لأن راح يسوي لك آلام. دائما إيدك تكون بهاي الطريقة، ولازم شوية ترجع بحيث ما يصير لك بهاي الطريقة، هذا خطأ، لازم ترجع شوية.
هاي الطريقة تكون مسيطر تعزف براحتك. وهذا كل شيء مختص بالكهون. إذا تريد تشتري لك أي واحد ممكن تشتري لك يعني فد شيء بسيط بس حتى تتعلم بيه وتبلش بيه. أنا أنصح وأشجع هواي شباب إنه يتعلمون هاي الآلة. طبعاً هذا كل شيء متعلق بالكهون، أتمنى استفاديتوا من شرح اليوم، ولا تنسون تشتركون بالقناة تضغطون لايك وتفعلون زر الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد وإلى اللقاء.